السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. في هذه الحلقة غادي نشارك معكم تجربة ديالي الشراء عبر الانترنت من موقع جوميا، لكن هذه المرة الشراء من خارج المغرب. وطبعا كنا كنعيش هذه الوضعية الاستثنائية، نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء. صادفت بعض الأسئلة كتتعلق بالشراء من الانترنت من خارج المغرب، واش هذه العملية حاليا ما فيها حتى شي مشاكل؟ يعني إلا شريت منتوج واش غادي يجيني حتى للدار ولا لا؟ هذا الشيء كله غنعرفوه في هذه الحلقه من خلال التجربه ديالي، خليكم معنا. مرحبا مره اخرى، دابا نشارك معكم التجربه ديالي شراء عبر الانترنت من خارج المغرب. قمت بشراء منتوجين من موقع جوميا وتوصلت بهم بتاريخ اليوم. دابا ندخلوا التطبيق ونتعرفوا عليهم. دخلوا تطبيق جوميا، مشيو الحساب ثم طلبات. إذن هذا هو المنتوج أو المنتوجين اللي شريتهم، قمت بالشراء ديالهم يوم 15 شهر 7 2020. إذن هذو هما المنتوجين، كاتبين لي هنا يتم التوصيل بين الخميس 8/13 والثلاثاء 8/25، وتوصلت بهم قبل من هذا التاريخ. التاريخ ديال اليوم هو 7/8/2020. إذن كيف كتشوفوا توصلت بهم في مدة ديال شهر. إذن هذه التجربة ديالي الشراء عبر الانترنت من خارج المغرب. الحمد لله توصلت بالمنتوجات ديالي، ما واجهت حتى شي مشاكل، وهذا احد المنتوجات اللي توصلت بها، يعني وصلني بدون مشكل الحمد لله. اذا هذه هي نهايه الحلقه، اللي عنده شي استفسار او تساؤل يخليه لتحت في التعليق، وكالعاده ما تنساوش تدعمونا باشتراك واعجاب. الى اللقاء ان شاء الله.